السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت يا مولانا، أنا دلوقتي بصلي على كرسي، عامل عملية وبصلي على كرسي، الله يعافيك. موجود معايا زوجتي في البيت، هل يجوز إن أنا أصلي بها جماعة؟ يجوز أن يؤم شخص جالسا قوما وراءه قيام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي وشيخ البخاري والزهري أيضا إنما يؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر، يعني يجوز.